بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. هنكمل طبعا يا جماعة، احنا قفلنا الكاميرا عشان الدنيا تبقى رايقة شوية. شايف كده كويس يا باشمهندس؟ ماشي تمام. ده اللي احنا كنا واقفين عنده. قلنا الطرق اللي بنجيب منها الأوامر، لا إما من القوايم، لا إما من الريبون، لا إما كوماند لاين. طيب إدخال الإحداثيات بتاعة اللاين ذات نفسه ده قصة إزاي؟ يعني أنا دلوقتي هرسم لاين، هنجيبه بإحدى الطرق من هنا مثلا. أول ما ضغطت كلمة لاين شوف إيه اللي حصل. تخدت بالك حاجة حصلت؟ ايه اللي حصل؟ الحاجات اللي طلعت دي الاحداثيات اللي طلعت اللي هي الايه؟ الاكس والواي، اللي هي الاكس وواي وسبيسيفاي فيرست بوينت بقت معايا في الماوس. لا ده انا عايزك تركز اكتر من كده. هنطلع تاني. شوف قبل ما اختار قبل ما اختار الامر شوف علامة الكروسر ديت هتكتبها كده مؤشر عامله ازاي؟ عامله زي نجمه او متعاملين وفي النص في ايه؟ فاضي، مربع فاضي. مربع فاضي. طب شوف كده ايه اللي حصل؟ اتقفل المربع، اتقفل المربع وبقى زي نقطه، اتحول لقلم. سن قلم مدبق. ده المسقط بتاعه كده. معناه ان انت واقف جوه امر وهترسي. انت دلوقتي هتعمل درو. عرفت الفرق ده؟ الفرق ده مهم ليه بقى؟ عشان انا وانا ساعة ما ابص كده للماوس اعرف انا واقف ازاي. طيب انا كده اتحولت لايه؟ رسام. لرسام. هرسم بقى دلوقتي. طيب قال لك ادخال النقطة قصة ازاي؟ انت عايز ترسم لاين من فين لفين؟ من نقطة لنقطة. طب ادخال النقطة ده بيتم بكام طريقة؟ بيتم بثلاث طرق. لا اما تحددها له بالماوس، يعني انا دلوقتي واقف في الفراغ، واقف في الهواء كده، عايز ارسم مثلا من النقطه دي للنقطه دي كده، انا حددت بايه؟ بالماوس. وعمال احدد وعمال القط نقط. انا بلقطها دلوقتي ازاي؟ بالماوس. تمام. طيب اضغط انتر او اسكيب عشان اطلع من الامر. كويس. خد بالك اندو اللي كانت جوه امر لاين كانت بتتنازل او بتتراجع عن اخر نقطه انت لقطتها، بس بتطلعك من الامر. لا جواه ما بتطلعكش من الامر. هنوصل بسرعه عشان البطاريه لو. طيب شوف كده التغيير شغال زي الاول. ماشي. لو انا كتبت اندو دلوقتي كامر مستقل بذاته مش اوبشن جوه امر، هيرجع خالص، هيرجع عن اخر حاجه انا عملتها. خد بالك انا حركت دلوقتي اللوحه شويه، يعني قمت يعني كده جه هنا وجه هنا وجه هنا. هياخدها كده بالترتيب لحد ما يرجع خالص. ايوه بس انا لما بعمل، بص لما بعمل انا كده ده امر، انا لما اشد اللوحه كده ده امر اسمه باق. ماشي. فهعمل اندو. شوف اندو اختصار يو. تمام. انا بكتب بالعربي هحولها انجليزي. تمام. اندو كده يو كده هيتراجع عن ايه؟ اخر حاجه، عن اخر حاجه اللي هي الباء. شوف. طب عايزه يتراجع كمان مره. انتر تجيب لك تستدعي لك اخر امر. تستدعي لك اخر امر. تمام. استدعاء الامر برضو قصه. ممكن تتك انتر تستدعي لك اخر امر، وممكن بالاسهم، الاسهم الارض اللي موجوده في لوحه المفاتيح فوق وتحت يجيب لك اخر ست اوامر انت كنت شغال فيها. تمام. اهو يعني لو اتكيت على السهم فوق قال لك انت كنت جايب يو. طب اللي فوق ايه؟ لو ضغطت كمان واحده كنت شغال بلاين. طب اللي فوق ايه؟ كان زوم. طب اللي قبليه كان كوماند لاين. طب سي فاز. الكلام ده كله. طب ارجع تاني اهو بالسهم اللي تحت رجعك تاني. لا طب انا عايز الاندو. هيتراجع عن ايه؟ شفت تراجع عن ايه بقى؟ تراجع عن اللاين كله. يبقى الاندو اللي كانت اوبشن جوه اللاين بيتراجع عن اخر نقطه. طب الاندو الامر المستقل بذاته هيرجع خالص، اكيد هيرجع عن الرسم، عامل الرسمه كلها كلاين واحد. ايوه الرسم اللي انا رسمته ده كله اوردر واحد، ده كله امر واحد.
ماشي كده؟ وصلت. طيب احنا لسه بنتكلم في ازاي ادخل النقطه. طيب انا دلوقتي لو ضغطت ال انتر بننوع طرق استدعاء الاوامر، مره من الريبون، مره من القوايم، مره من الكوماند لاين، عشان ناكد المعلومه. لا اما اضغط بالماوس نقطه في الفراغ خلاص عملنا دي، لا اما اديله احداثيات. احداثيات، شوف البوكس اللي فاتحه لي هنا ده. واخد بالك؟ يعني انا عايزك بس تركز معايا. شوف، شايف ال سالب 85 وكذا، سالب 85 وسالب 2.6 مش عارف. هنكتب له احنا مثلا، هتدخل بكتب له هنا 100 مثلا وهنا 40. حلو. انا خد بالك بس ايه، طلعت وانا واقف دلوقتي في البرنامج ده، فهرجع تاني هنا اهو. اديني بقى الايه، الاحداثيات. يلا اديني الاحداثيات. بنكتب ازاي الاحداثيات؟ طريقه ادخال الاحداثيات على الاوتوكاد. انا عايزه مثلا يبتدي من نقطه 0 و0 لنقطه مثلا، نقطة تكون هنا مثلا تكون كام؟ اكس كام واي كام مثلا؟ تقريبا مثلا ايه؟ هو نقول له يا عم 10 و10. ماشي، حلو الكلام؟ حلو جدا. طب هضغطها ازاي؟ الفيرست بوينت ده هضغطها ازاي؟ المربع الاولاني الابيض والجراي اللي جنبه، الاولاني ده الاحداثي اكس والثاني واي، وده الاحداثي واي. لكل نقطة بتدخلها هتكتب له اكس وواي، زي ايام كنا بنرسم مثلا بياني بالظبط كده. هقول له صفر. طب انا عايز اخش على البوكس اللي جنبه، مش بالسهم بقى، لا، او بالكومه. الكومه دي اللي هي حرف الواو يا جماعه. حرف الواو بالعربي او الكومه هو ده اللي هينقلك للبوكسات الثانيه دي، مش بالسهم يعني. وهيقوم قافل لك دي. بص بقى، اول ما هضغط كومه، بص خلاص بقت الكومه 100، حولت لك ده 0 على اف. خلاص. طيب عايز كام بقى؟ 10 او 0 و0. احنا قلنا النقطه الاولانيه تبقى 0 و0. خلاص، نقطه الاصل. طب كده هو يرسم اللاين؟ لا، اديله انت ده. طب هتضغط انت هيرسم اللاين؟ لا، هيجي على البتاع ده ويقف. ايوه، هيديك الفيرست بوينت من اللاين. حلو قوي الكلام. طب النقطه الثانيه ممكن القطها بالماوس؟ ينفع تلقطها؟ ينفع طبعا، ينفع، انت شغال عادي. واخد بالك؟ يعني كل نقطه، يعني مش لازم عشان بدات باحداثيات اكمل باحداثيات، لا، كل نقطه بيكمل بعضه وبيخدم بعض. الله ينور عليك. كل نقطه ليها الطريقه بتاعتها المستقله بذاتها. طيب عارف، لو انا فضلت واقف كده وكتبت له رقم، خد بالك في رقم مكتوب اهو 41. شايف الرقم ده؟ ده مكان ما انت واقف بالظبط. ايوه، ممكن تكتب له انت 100 مثلا. ايوه، احنا قلنا هما ثلاث طرق لرسم اللاين. قلنا الطريقه الاولانيه بالماوس، الطريقه الثانيه ادخل له احداثيات. هنكمل الطريقه ده بالاحداثيات عشان ما نلخبطش نفسنا. هنقول له مثلا قلت لي 10 كومه، شوف هضغط كومه، فتح لي البوكس التاني. يعني كده بقى فيها قيمه بالاكس وواي. أيوة، حتى هو خد لك الخط التجاري كده. ايوه، 10 10 و10. بص بقى في النص بالظبط كده. بص تقريبا على زاويه 45. طب هو رسمه ولا ما رسموش؟ رسمه بس صغير الشكل. رسمه كبر كبر. طبعا الزوم يا جماعه، ما بلف البليه بتاعت البكره بتاعت الماوس بتزوم ان الفها لبره، زوم اوت. تمام الكلام؟ تمام. رسم ولا ما رسموش؟ رسم يا باشا، رسم. دي اكيد 10 على 10 اللي حبينا نقيس وجبنا دايمنشن، هنعرف الكلام ده كله مع بعض اهو. دي كام يا جماعه؟ دي كام؟ 10 ما شاء الله. طب والراس بتاعها اهو برضه 10 10. تمام 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 تمام. طيب هنرسم بقى بطريقه الدايركت ديستانس ميثود، زي ما كان باشمهندس محمد عبد الرازق بيقول، طريقه القياس المباشر. يعني ايه طريقه القياس المباشر؟ احنا خدنا طريقتين، لا اما بالماوس، لا اما بالاحداثيات، لا اما بطريقه القياس المباشر. ايه طريقه القياس المباشر؟ هلقط نقطه، هقول له لاين. اللي بقى، طب انا لسه راسم اللاين. ده كان انتر. لا، انا الانتر اخر حاجه كانت الايه، القياسات، الدايمنشن. القياسات. فانا هطلع بالسهم كده لاين اهو. تمام، قلت بلاين من الاول. ماشي تمام ماشي اهو. هلقط مثلا نقطه هنا، هنا في الحته دي كده. شوف بقول لك ايه بقى، لو انا مشيت، هو بيقول لك لو انت دققت، بص كده، بص هو عامل لك في زوايا الاتجاه اللي انت واقف عليه ده، البعد من هنا لهنا مسافته وزاويته. يعني عشان برضه ايه يبقى الشرح واضح. بص هو هنا عايز يقول لك ايه، شايف البعد ده 18؟ انا بنشرح بنفصل قوي دلوقتي، وبعد كده مش هنتكلم في حاجات ده، تبقى سهل. هنا 18.0085. تمام كده؟ يبقى انا وانا واقف من هنا على الاتجاه ده بعدي
كام؟ 18. طب افرض انا قمت مثبت الماوس على الزاويه اللي هي 57 اللي هو كاتبها لي دي، وقمت كاتب 20، هيقوم طالع سنتين كمان كده جاب الايه؟ ال 20. واخد بالك؟ طيب قمت واقف على زاويه 45 عادي، خلاص بقى فهمنا القصه. طيب يلا نجرب، هنصغر دي كده. انا واقف مثلا على اي زاويه، مش لازم زاويه معروفه يعني، انا واقف كده على زاويه كام تقريبا؟ 59 تقريبا. اكتب له مثلا والامتداد بتاعي الديسبيسمنت بتاعتي 24 وكام و3 من 10، قمت كاتب له 30. هيعملها ولا مش هيعملها؟ هيعملها بنفس الزاويه ده. اهو كتبت 30، هضغط انتر. طب انا يا عم، انا يا عم انا باشمهندس عاطف اهوت، مش مصدقك كباشمهندس عاطف اهو. هنجيب دلوقتي هنا دايمنشن الايند، يعني البعد المايل، لو جبنا كده وكده بقت كام؟ 30. نعملها كمان مره عشان بقى نطلع من امر المايل خالص. لاين كمان، او نجيبه المره دي من قائمه الدروع عادي اهوت. لاين، انا مثلا واقف الزاويه دي كام؟ 45. ومديني جايد اخضر اهوت، لو انت شايفه هنعرف برضو ده قدام بتاع ايه. تمام، بيقول لك انت حاليا على 45 تقريبا ولا مش تقريبا؟ لا ده دي 45 بالظبط بالملي، 45 بالملي. الديسبيسمنت بتاعتك كام؟ 123 ونص. لا انا عايزها يا عم 115. عايزها 10 او عايزها 20، مش لازم يبقى بالزياده يعني، ممكن يبقى عادي. او عايزها 50، هكتب 50. عملت ولا لا؟ تمام. تمام كده؟ تمام. طب اندول اللي جوه لاين، لو تراجعت عنها هتشيل لك السكند بوينت اللي هي كانت الميكس. طب لو اتعملت كام مره اندو، هيقول لك دخل لي الفيرست بقى. يعني ترجع من الاول خالص، ترجع من الاول خالص. يبقى انا هكتب كده كده. لا انا كده استاذ. تمام الكلام؟ طيب. انا كده راسم مجموعه اشكال هي على لوحه الرسم. تمام؟ عايز امسح بقى الكلام ده. عشان تمسحه لازم تحدده، اعمل له سيلكت سيلكشن. السيلكشن ده قصه، السيلكشن ده قصه. سيلكشن اسد. ايوه، قال لك دي مجموعه من الاوبجكتس. الاوبجكتس دي بتتحدد ازاي؟ لو انا رحت عليه كده شوف بينور لي كده، بيقول لي انت عايزني انا، لو ضغطت عليه كليك شمال كده تحدد. شوف الخط المحدد بثلاث نقط. ايوه، الحد ليه ثلاث، الخط ليه ثلاث نقط، وهنعرف فايدتهم بعد كده. ان اللي في النص دي بتعمل له موف، تحركه في اي حته، والتاني واللي اللي قاعد بتعمل له استطاله كده كده كده. تمام، وتعمل له تدوير برضه، ممكن ادوره. تمام تمام الكلام. طيب انا بعمل سكيل لما باجي الغي التحديد. طيب انا بروح عليه بيقول لي انت عاوزني انا، يبقى ممكن احدد بالايه؟ بالاضلاع. في الاضلاع. طب افرض انا عايز احدد كل ده، مش هقعد بقى انا ايه؟ وشد كده. ايوه، مش هقعد بقى اتك على كل واحد كده، مش هنخلص. او سيلكت، ما ينفعش سيلكت اول. في سيلكت اول، في امر اسمه سيلكت اول. تمام. تمام، هنقوله برضو اهو سيلكت السي اي. يعني مش من اللوحه زي زي الوورد اللي احنا بنكتبه. يعني مش كنترول سي ولا كنترول بتكتب اس اي؟ لا، ولا كنترول ولا اي حاجه. اكتب يعني. اي، ما انا هقول لك في حاجه هنا احنا مشغلينها اللي هي الدايناميك، الديناميك انبوت. مش لازم توقف المسطره هنا. لا انت بتكتب، انت اول ما بتكتب حروف يقوم لقيتها معاك. وهفهمك ايه الهيلبر ده برضه، هقوله لك بس فكرني بيه كمان شويه عشان نركز بس في الفكره بتاعتنا. طيب اس اي ال ديت انتر سيلكت، دي اس اي ال انتر تحت سيلكت. لو قمت قايل له اول، لو قمت قايل له اي ال ال، حدد كله، نقط كله، حدد كله، كل دول معايا. وخد بالك هو لسه عايز كمان، بيقول لك سيلكت اوبجكتس. اوعى تاخد، اوعى تسيب الاس دي، ركز على الاس دي، لسه عايز كمان. تمام، وخد بالك انا كده عرفت كام اوبجكت عندي، كام هم؟ 12. 12 فاون اللي هم 12 ضلع يعني. 12 ضلع دول. طب انا عايز، هو لسه عايز كمان، انا عايز اقول له لا هم دول بس، فهم قايل له انتر. يعني خلاص انا خلصت عمليه التحديد، اوردر التحديد انا خلصته كده. خلاص اتحددوا معايا. تمام، طب ليه الجريز دي ما ظهرتش معايا؟
هنعمل تاني الحته دي سيلكت كام اس اي ال عشان بس افهمك هم كل حاجه بيعملوها بغرض. انا قلت ايه له قول اهو تمام افرض وانا بقول له قول افتكرت قمت قايل لا ده انا الخط الصغير ده ما كنتش عاوزه عليه مش هتك عليه بقى ده انا لو تكيت عليه هياخده معايا هو واخده اصلا هتك على شيفت هتك على شيفت يا باشمهندس واتك عليه لغى تحت يبقى شيفت كليك هيعمل دي سيلكت واخد بالك لو ضغطت عليه تاني هياخده في الجروب اللي انا محدده عشان كده قبل ما تطلع من امر التحديد اتاكد انت عايز كله فعلا ولا في حاجات مش عاوز مش عايز الخط ده خلاص اضغط شيفت حدد عليه كده خلاص مش هياخده طب اضغط انتر كده خلاص حدد دول مع ده ده بالنسبه لامر سيلكت. طيب احنا مفيش حد واحنا شغالين بيضغط امر سيلكت ده خالص ما بنستخدموش خالص يعني. بالماوس على طول بالماوس على طول ليه انا اتعب نفسي وقت بامر سيلكت واضيع وقت ما انا عندي الماوس جاهز اهو واخد بالك. طيب انا عايز احدد كله قال لك عندي نافذتين لو انا ضغطت كده في الفراغ كده وعملت كده عامل لك ايه اللي هي النافذه الخضراء المنقطه حدودها منقطه. طب لو رحت يمين نافذه متصله وزرقاء ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الزرقاء دي بتاخد العنصر اللي بيقع كاملا جواه بالكامل كومبليتلي واقع جوه النافذه الزرقاء. الخضراء تاخد اي حاجه تمس اي حاجه تخبط بس في الاوبجكت تلقطه على طول وصلت يا باشا. يعني بص اول ما هتيجي خلاص تخبط كله تاخد بالك هنا ده لقطته. طيب لو الزرقاء لا الزرقاء طول ما انت ما احتويتوش بالكامل لسه ما نورش لسه ما تاخدش معاك كده دخل خلاص معاك. طب كده زي هنا هتاخده كله اصلا لان هو خط واحد. طب لو انا هسالك سؤال دلوقتي انا قمت عامل كده خدت كله مين؟ خدت كله كله حتى بالشكل كله ده خدت ده خدت ده كمان لا ده لا ما خدتوش لان ده عباره عن لاين منفصل. يا جماعه انا كنت بسقع اللاين ده ما خدتوش اللاين ده ما خدتوش ما خبطتش فيه ما خبطتش فيه مش لاخده بياخد اي حاجه لها علاقه بالشكل اي لا بس ده مش شكل على بعضه ده مش بولي لاين ده مش ده مجموعه عناصر ملزقه في بعض متلزقه في بعض فده مش جزء من دول واخد بالك. يعني انا هطلع اسكيب لو انا جيت بحدد حاجه هياخد ده لوحده مش هياخد الشكل كله مش عشان هو كلوزد يبقى تبع الشكل لا مش دي الفكره واخد بالك دي مجموعه لاينز مقفوله بقى مفتوحه لا ماسكه في بعضها مش ماسكه في بعضها هي لاينز تمام ده كده خد الواحده كده خد الواحده. طيب افرض بقى انا عايز احدد كله احدد كله ما عدا الخط اللي في الجنب ده تمام ما هومش عامل كده كده انا خدته معايا تمام لا اما اجي من هنا كده واعمل كده لا اما اجي من الجنب كده حتى لو خبطت فيه انا مطمن ان هي مش ايه مش هتاخده لانه مش واقع كومبليت لجواها. عرفنا يا جماعه الفرق. طيب في حاجه بقى في الاوتوكاد الجديد طبعا امر السيلكت ده واضح جدا والناس كلها عارفاه في حته بقى جديده هي اللي موجوده اللي هي بقى ايه اسمها ايه الكروسنج لاسو ديت اللي هي اسمها موجود تحت هنا دي في الكوماند لاين الكروسنج لاسو. ايه الكروسنج لاسو ده؟ الاول يا جماعه انا كنت بضغط واسيب مش هفضل ضغط متصل يعني طول ما انا ضغط متصل كده هيعمل لي اللاسو دي العشوائيه دي راندوم كده على حسب بقى الشكل. دي ما بنستخدمهاش خالص بس دي حاجه هم عملوها في الكاد كان الاول تسهل معاك تسهل معاك يعني اللي واخد يعني افرض انا افرض انا عايز مثلا كله ما عدا الخط ده ماشي هو انا عامل كده 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 خلاص جميل انا بعدت اهوت عنها خالص وخدت ده كمان خد اهوت واخد بالك كده بس هتيجي بقى تعمل هتلاقي شالت لك حاجه تانية تمام فدي عيبها بس تمام واخد بالك انا كده كله اتحدد ما عدا ده فعلا واخد بالك يعني حاجه عشوائيه كده بنعملها برضو اللاسو الخضراء بتجيب لك الايه اي حاجه تمسها اللاسو الزرقاء
اي حاجه الخلل من الثلاثي دي اللي يدخل بالكامل فيها، يعني كده تاخد ايه بس الضلع اللي هناك ده بس. ايوه بالك. فطول ما انت بشغال بالسلكت بالماوس ما تنكش ضاغط على الايه، لانها تعمل لك النافذه العشوائيه ديت اللي غير منتظمه الشكل دي. دي طبعا مش حلوه ومش حاجه اضافه، يعني هم اضافوها للاوتوكاد اضافه كويسه يعني. ماشي تمام. فبضغط واسيب على طول، يعني اضغط كليك خلاص كده اسيب. تمام كده نفتح لك النافذه الخضراء، كده النافذه لسه كده. احنا خدنا اوامر السلكت، اوامر ادخال النقطه، طرق ادخال النقطه، وخلصنا اللاين بالكامل. طيب عايز اتكلم على امر الزوم. امر الزوم، اوامر الزوم زودت. انا طبعا قلنا ان البان، البان ده بعمله ازاي؟ لما اضغط بي انتر، بي اللي هي بان. تمام، لو ضغطت بي انتر كده اتحولت، هنا كتب لك بان، وتحول الماوس بتاعي لايه؟ حاجه تشد. حرك. طب انا خلصت البان، عايز بقى ارجع ارسم تاني. يعني انا كنت عايز اجيب الحاجه هنا مثلا، كانت حاجه بعيده عني، جبتها اهو. طب عايز ارجع بقى الماوس، الماوس تاني اسكيب، اسكيب او انتر، الاثنين يطلعوا في الارض. خلاص كده رجعت للايه؟ للماوس بتاعك. طب انا مش كل شويه اضغط بي انتر، فبضغط على البليه او البقره بتاع الماوس، اول ما بضغط عليها دي بتعمل لي ايه؟ بان. بتعمل لي بان كده انا ايه شغال. طيب ده يعتبر امر النافيجيت. لكن طبعا اتكلمنا على الكيوب، لكن الزوم بقى افرض انا طبعا الخط ده احنا قلنا كام؟ يعمل له مثلا 30 ولا حاجه، وده مثلا 40 او ده 50 او ده 30 في الحدود دي. انا الزوم اللي انا واقف فيه تقريبا 20 30 50 في الحدود دي. افرض قمت راسم لاين من هنا كده، وقمت طالع كده راسي، وقمت كاتب كام؟ دول كام كده؟ ده كتير قوي. ده مليون ولا ايه؟ ده كام؟ واحد مش شايف. ده مليار؟ ما علينا، شيل صفر وخليها مليون ولا 100 مليون. 100 مليون. هم 8 اصفار؟ تمام. ما علينا. 8 اصفار 100 مليون. واحد قام عامل لك حركه شكل كده. من طرف. وقام ضغط شطر. هو الاوتوكاد رسمه ولا ما رسموش؟ رسم. رسمه. طيب بس اضغط انتر عشان ايه؟ اسكيب. عشان اطلع من الارض. طب انا عايز اجيب اخر الخط ده. بسيط، اقعد شد بقى. او سخة ولا اسكيب خالص. سخة ولا شد 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 ده احنا ربنا مش هنخلص. طب اعمل ايه؟ طب ازوم لبره بالبليه زي ما بنقول، ازوم لبره. برضه مش جاية. ده 100 مليون يا جماعة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لك يبقى هنا في الحالة دي لازم تاخد أوامر الزوم. ايه أوامر الزوم؟ في أمر بس سريع ولازم تعرفه، لازم تعرفه يا باشمهندس، إن لو ضغطت بسرعة على البقرة ضغطتين ورا بعض هيجيب لي كل مساحة الرسم بتاعتي، كل مساحة الرسم مش كل مساحة اللوحة، يعني كل مساحة الرسم هيعمل لك بيها اكستنت، هيملى لك بيها النافذة اللاب اللي قدامك او الشاشة اللي قدامك عشان تبقى شايف كل حاجة قدامك. عشان تجيب لك كل محتوى الرسم بتاعك. دول كده كام؟ 100 مليون. شوف انا جبت اخره. دول 100 مليون لو قستهم هتلاقوا 100 مليون. بس الاشكال التانية اختفت. الاشكال التانية اختفت لانها كانت 20 او 30. واخد بالك؟ تمام. فكده انا واقف على زوم كبير جدا. وكده مفيش توافق في الرسم اصلا، مفيش كده، مفيش توافق في الرسم. طيب عايز ارجع اجيب انا الايه الحاجات اللي كانت هنا. انا عارف مكانهم صح، ومكانه في الحته دي. هنا قال لك لازم تاخد اوامر الزوم، زد انتر. اوامر الزوم زد انتر. عندك كام خيار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. انا بنشتغل منهم على كام واحد اللي بيهمنا فيهم؟ اول ده مهم، اكستنت ده مهم، البريفيوس ده بيجيب لك الزوم البريفيوس اللي انت كنت واقف عليه. ماشي. الويندو ده اهمهم، والاوبجكت. الاوبجكت باين من اسمه ان انت هتختار حاجه اوبجكت وهو يزوم لك عليه. طب ويندو هتعمل ويندو وهو يزوم لك عليه. شوف الشكل عامل ازاي. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. عامل لك علامه العدسه دي هي ايه؟ الزوم، علامه الزوم. تمام. طيب اهمهم ايه قلنا؟ الاول والاكستنت
والاكستنت هي اللي احنا عملناها دلوقتي اللي احنا ضغطنا كليكين بسرعه على البقره. انا بقول لك كل ما انت بتسمع على قد الايه النافذه اللي انت شايفها دي على قد الصفحه الرسم قول يجيب لك كل اللوحه. هو طب هي لوحه الاوتوكاد ليها نهايات؟ هي في الحقيقه ليها ليميت في الحقيقه يعني البرنامج فيه ارقام ممكن لو كبرت عن كده ما يرضاش يدخل واخد بالك. فطبعا هي لوحة انت بترسم عليها لكن احنا بنفترض ان ده مستوى ممتد. احنا بنفترض سبوز يعني ان ده لوحة ممتدة لجميع الجهات لكن في الحقيقة هي لها ليميت. تمام. طيب يبقى اللوحة دي قول لي اجيب لك كل اللوحة كل اللوحة الاكستنت كل الرسم يملا لك بيه الايه النافذة بتاعتها. طب الويندو الويندو دي بقى جميلة جدا بقى تعمل ويندو ويزوم لك عليها. طب هي احنا هنستخدم منك هنستخدم الويندو طبعا انا عارف ان هما كانوا هنا في شويه الفحكشه اللي احنا كنا في الحته فانا هعمل له ويندو كده اقول له بعد اذنك زود لي هنا بص ايه اللي حصل. طب بان ولا ما بانوش؟ لسه ما بانوش ده احنا كنا ب 100 مليون. طيب اختار تاني هقول له ويندو كمان اختار ويندو او اضغط دبليو اللي هي الحرف الكابيتال الازرق اهو خلي الويندو. قال لك يلا اديني الايه عيني على الكوماند رايت سبيسيفاي فيرست كورنر اهو في الحته دي تقريبا السكند كورنر او الاوبزيت كورنر اهي عم زوم لك عليه تاني من هنا لهنا بدأوا يظهروا معايا بدأوا اهو شايف بدأوا يظهروا معايا اهو واخد بالك اهو. شوف بقى انت لو كنت قعدت تزوم وبالبليه ما كنتش هتخلص. طب انا الزوم اللي انا واقف فيه ده طبعا وحش جدا فانا ايه همسح الخط ال 100 مليون ده همسحه المسح لا اما اي انتر اللي هي اريز لا اما ديليت من الكيبورد. طبعا كل ما نستخدم ديليت انا حددته وبعدين اضغط ايه ديليت من الكيبورد كده مسحه. لو انا ضغطت بقى دلوقتي كليكين بسرعه بالبقر هيعمل ايه؟ بص ده حاجه جميله مهللك الرسم بتاعك باللي على قد الايه اللوحه بتاعتك واخد بالك. فدي حاجه جميله جدا انت عارف. طيب عايزين نتكلم على امر المسح تاني امر اريز عشان انفذ امر اريز ده يعتبر من اوامر الايديت. تمام. في اوامر عندك للدرو وفي اوامر للايديت. اوامر الايديت او الموديفاي انت عندك حاجه وبتعدل عليها اوامر موديفاي عندك حاجه وبتعدل عليها ما بتنشئش رسمه جديده ما بتنشئش حاجه جديده. يعني مثلا عندك خط بتعمل له موف بتعمل له كوبي بتعمل له ميرور واخد بالك بتعمل له اري مظبوط كرره بعدد كبير جدا. طيب انما اوامر الرسم لا ده اوامر الرسم ده بينشئ حاجه جديده يرسم رسمه جديده ريكتانجل سيركل بولي لاين لاين الكلام ده كله. طيب امر اريز يعتبر في الموديفاي ولا يعتبر في الدرو؟ طبعا في الموديفاي شيل حاجه واخد بالك اهو. لو انا ضغطت عشان استدعي امر اريز خش جوه الموديفاي اهو هتلاقي طبعا علامته الاستيكا زي ما هو متعرف عليه في كل برامج اهو اخترت كده اريز هيقول لك سيلكت الايه؟ الاوبجكتس. تمام اخترت ده عايز تمسح حاجه ثانيه ممكن شوف بيعمل لك علامة المقص يعني هيشيل قوس احمر كده طيب هتاخد هتمسح حاجة كمان وده يا عم في حاجة كمان؟ لا الحتة دي عايز تمسح ايه كمان؟ ايوه دي ده؟ ايه. عايز تمسح حاجة كمان؟ كفاية كفاية. طب كفاية دي هو هيفهمها ازاي؟ انت مسح اللي احنا قلنا عليه ولا لا؟ عايز اعرفه من زمان واخد بالك؟ يبقى بعد الانتهاء من عملية السيلكت اوبجكتس لازم تقفل له بقه لازم تضغط انتر تقول له خلاص خلصت اختيار نفذ الامر بقى نفذ الاريز. طيب عايزين نستدعي اريز من مكان تاني احنا قلنا في ثلاث اماكن يعني من هنا يا اما من الريبون طبعا هو انت لو دخلت هنا هتلاقي امر اريز عندك موجود وسط الريبون في امر موديفاي يعني هو عامل لك بوكسين هنا كده للموديفاي بوكسين للدول او تكتب اي انتر اي اريز ايوه اضغط انتر اهو نفس الليكتر اهو عايز حاجه كده كمان؟ لا كفايه كفايه الله ينور عليك بضغط ايه؟
طب افرض واحد قال لك انا عايز اخد بقى من الامر وقام طالع اسكيب، اسكيب ده هينفذ ولا مش هينفذ؟ مش هينفذ. ده الفرق بقى، هما الاثنين يخرجوا من الامر، انتر وبريز. بس انتر يخرج ويدي ايه اوكي على الامر، انا كده تمام، لكن اسكيب هيخرجك ومش هينفذ الامر. زي مثلا ما هنعمل دلوقتي ايه، انتر ده كده وده كده وده كده، تمام، يلا امسحهم بقى. قام واحد عامل لك اسكيب، ما مسحش حاجه، يبقى لازم اضغط له، لازم تديله تكمله الامر، تكمله الامر، تمام. طيب انا عايز امسح كله، هنعمل النافذه الاخضر الجميله بتاعتنا ونمسح ايه كده، بديليت من الكيبورد. انا المره دي مسحت بايه، بديليت بدل كذا طريقه، هم يا اما من اريز هنا اي انتر، او من هنا، او ممكن موديفاي لان اريز يعتبر في الموديفاي، او ديليت من الكيبورد. تمام ماشي يا باشمهندس. نوقف لحد كده عشان الفيديو ما يكبرش.